لم يخطر على بالي حين رأى طرفي حيا محياك واجتمع شملنا وياك ذاك عندي غاية أملي والمنى والقصد والمأمول يا جميل الوصف يا مقبول راح روحي وسلوك الغالي الله الله ولا قبلك لو بذلت الروح من أجلك آه يا محلاه من حالي لكن المثلك يا قرار العين لا ومولانا حسين الزين بن عمر سلطان الوالي والبرهان مشرق اللقان والحسان ومحل اليمن والإيمان وكبر المنصب العالي الله 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 الله
بيضة بغية الزاير ونجات لها من حاير قطب وقته للملا داير نور وجهه للفضا مالي بهوى بسلافه عبدك الداعي بهم عافه واهدي له وحمه من الافه لا تظفر خصمه القالي الله 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 لطف يا ربي وارحمني بالحب والقرب وازل اغلاس من قلبي وبجودك جمل احوالي الله 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 يا مجمل جمل احوالي وعلى خير برايا صال وعلى العترات بتوصل وعلى الأصحاب كم فيصل وعلى الأتباع كم تالي الله 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 يا مجمل جمل احوالي اللهم صل
ضربات وإلى حط النبي فاتحة. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد الفاتح الخاتم المقرب، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد المصطفى المجتبى المحبب، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد ما لاح بدر وغاب غيهاب، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد ما ريح نصر بالنصر قد هاب، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد ما سارت العيس وبطن سبسب، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد وكل من للحبيب ينسب، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد وكل من للنبي أصحاب، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد واغفر وسامح من كان أذنب، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد وبلغ الكل كل مطلب، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد
واصلح وسهل ما قد تصعب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أعلى البرايا جاها وارحب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أصداق عبد بالحق أعراب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وصواب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما طير يمن غنى فاطراب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهان، والمبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة الترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالى، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى،
لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال. صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأته رعفة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. صلى الله عليه. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان، أما تضمنه الجنان من تصديق بها والإثان، تثبت بها في صدري من الإيمان قواعده، وتلوه على أهل اليقين من سير ذلك الإحسان وتصديق الشواهد. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله. صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وآدى الأمانة، وهدي الله به من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل المتبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل صلوات وأجمعها وأسكال التهيات وأوستها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية ومرزى فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواد الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإجبار. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلب نور سر تألقه به وحبه، ويكتب بها بإنايات الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذي ارتقوا صحوة المجد بقربه، وتفيعوا ظلال الشرف الأصلية بوده وحبه،
ما أدر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. كان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحم الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. وحير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرجو ما في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هذني إلى تدوين ما حفظت من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت راية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولا عجو تشوق لسماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروحي ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل لما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه. وسمائه التي هي أحسن سمائل، وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس، وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور يودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق بما حدث وما تكلم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرحمن عبد الرزاق بسنده جند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال:
قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد عددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفه مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاء من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونور وإبراهيم صلى الله عليه حتى أوصلت يد العلم القديم إلا من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. وحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى الله عليه. حتى من بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادته تنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج صلى الله عليه. والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة صلى الله عليه. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج
وألسنة الملائكة بالتبشير العالمين تعيد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله يا سيدة مريم والسيدة آسيا وأمه معه من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مبينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرارا تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بكل حمد جلال يا حصوره العاد إذ عبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا
يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اهله صلى الله عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن امه برزا رافعا طرفه الى السماء معميا بذلك رفع الى ان له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الاول من الايام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مقولا موقده سرة تولد ذلك الشروي عند الله عيد القدرة وما بروزه إلى هذا العلم فيضرب من عجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد عن ابن رزان ابن أمين الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت أميد رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستحل فصمد قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاه فأعطى له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصر الروم. قال ثم ألبسه وأجأته سلم عن شب أن قصيتي ظلمة ورعب قصيرات عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. أصفر ذلك عني ثم عاودني رعب وظلمة وشغلت يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قال فلم يتحدث مني على بين حتى أبث الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من العظيمات المعجزات وباهر الآية البينات بما يقضي بعظم الشرف عند المولاه وأن عيني في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن حكمت القدرة بظهوره وانتشرت في الأكوان ما لواها من نوره تسابقنا تسابقت الوعي المرضيات وتوفرت رغبات الأهل الوجود في حصنة في حضانتي بهذه الذات صلى الله عليه. ونبذ الحكم من العصر العظيمة بواسطة السوابق القديمة بأن الأولى بتربية هذا الحبيب
وحصان ذي سيدتي حليمة صلى الله وحين عليه وحين لاحظت عيونها وبرز في شانها من أسرار القدرة ربانية مكنونها نازل قلبها ومن الفرح والسرور ما دل على أن حظها من الكرامة عند الله حظ المغفور صلى الله عليه وحنت عليه أن الأمهات على البنين ورغبت في رضاها طبعا في نيل ببركاته التي شملت العالمين فطلبت من أمه الكريمة أن تتولى رضاه وحضانته وتربيته بالعين الرحيمة فأجاب ذات بالتربية لداعيها لما رأت من صب صدقها في حسن التربية وظفوره وبانيها صلى الله عليه فترحلت به إلى منازلها مسرورة وهي في برعاية الله محفوظة وبعين عناية منظورة صلى الله عليه وجاهدت في طريقها من غريب المعجزات ما دلها أنه على أنه على أنه أشرف البر مخلوقات وقد أدى في شارفها واتان ومنويتين ورحمت والدار الفقير وابنتي يسبقان وقد درت الشارف والشياء من الألبان بما حق بما حيرت الهود والأرهاب وبقي عندها في حضانتها وزوجها سنتين تتلقى من بركاته وعجائب المعجزات ما تذكر به العين وتنتشر أسراره في الكونين صلى الله عليه حتى واجهت ملائكة التصوير والإكرام بالشرف الذي عمت بركته الأنام وهو يرعى الأقدام صلى الله عليه فارجعوا على الأرض إرجان تشريف وشكوا بطنه بشكا لطيف ثم أخرجوا من قلبه ما لا فأخرجوه وأودعوا فيه من أسرار العلم ما والحكمة ما أودعوه صلى الله عليه وما أخرج الأملاك في قلبه أذن ولكنهم زاروا طورا على طوري وهو مع ذلك في قوة وثباته يتسلح من سطوط الإجراء الإلهية وماري الآيات وبلغ إلى مضجعه الصالحة العفيفة فجعل على ذاته الشريفة فتوفرت عليه من حارث ترعى ترسى ولو أن لو تقدر أنه ملاحظة بالملاحظة بالتامة من مولاه وردته إلى أمي وهي غير سقية بفراقه فردته إلى أمي وهي ما غير ما سبقة بفراقه ولكن لا قام لها معها في حسن القلب عليه وأشفاقه وهو بحمد الله في حصن مارض ومقام كريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فنشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف يحفه من الله جميل الرعاية وغامر الألطاف صلى الله عليه فكان يشب في اليوم سبب الصبي في الشهر ويزهر عليه في سباه من شرف الكمل ما يشهد له بأنه سيد ولد آدم والأفخار صلى الله عليه ولم يزل وأنجم سعودي طالعة والكائنة لأهده حافظة ولأمره طائعة فما نفث على مريض إلا شفاه الله
ولا توجه في غيث إلا وأنزله مولاه حتى بلغ من العمر أشده ومضت له من سن الشباب والكهولة مده فاجعته الحضرة الإلهية بما شرفته به وحده فنزل عليه الروح الأمين بالبشرى من رب العالمين صلى الله عليه فتل عليه لسان الذكر الحكيم شاهدا وإنك لتلقى القرآن من لدون حكيم عليم صلى الله عليه فكان أول ما نزل عليه من تلك الحضرة من جوامع الحكم قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صلى الله عليه فما أعظمها من بشارة أوصلتها يد الإحسان من حضرة الامتنان إلى هذا الإنسان ويدتها بشارة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صلى الله عليه ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم إنه بعدما نزل عليه الوحي البليغ تحمل أعباء الدعوة والتبليغ فدعا الخلق لله على بشيرة وأجاله البدعة لمن كانت له بشيرة منيرة صلى الله عليه وهي إجابة سبقت بها الأقضية والأقدار تصرف بالسبق إليها المهاجرون والأنصار صلى الله عليه وقد أكمل الله بهمة هذا الحبيب وأصحابه هذا الدين وقبط بشدة بأسهم قلوب الكافرين والملحدين صلى الله عليه فحزر على يديه من عظيم المعجزات ما يدل على أنه أشرف أهل الأرض والسماوات فمنها تقصير الجليل وبروء العليم وتسليم الهجر وطاعة السجر وانشقاق القمر صلى الله عليه والهبار بالبغاية وحنين الجدع الذي هو في حوارق العادات وشهادة دبير له وشهادة الدبير له والغزلة بالنبوة والرسالة إلى غير ذلك من باهر الآيات وغرائب المعجزات التي أيده الله بها في رسالتي وحسسه بها من بين باغيات صلى الله عليه وقد تقدمت له قبل النبوة إرحاسات هي على نبوته ورسالته من أقوال العلامات صلى الله ومع ظهورها وانتشارها شهد بها صادقون من المؤمنين والمؤمنات وصدقنا بها من المؤمنين والشكية بها الكاذبون من الكافرين والمنافقين وتلقها بالتصديق والتسليم كل ذي قلب سليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول معراجه إلى حضرة الله البر الوصول وظهور آية الله الباهرة في ذلك المعراج
وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك سراج. فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل، فما من سماء ولجها إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتأهيل، وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله وشريف منزلته لديه، حتى جاوز سبع الطباق ووصل إلى حضرة الإطلاق نازلته من الحضرة الإلهية غوامر النفحات القربية، وواجهته بالتحيات وأكرمته بجزيل العطيات وأولته جميل الهبات، ونادته بتشريف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات. فيا لها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرات ماهرات تشهد فيها الذات للذات وتتلقى عواطف الرحمات وسوابغ الفيوضات بأيدي الخضوع والإخبار، رتب تسقط الأماني حصرا دونها ما وراءهن وراء. عقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عقل، واتصل من علمها بما اتصل، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان، وأولته من عواطفها الرحيمة ما يعجز عن حملها الثقلان، وتلك مواهب لا يجسر القلم على شرح حقائقها، ولا تستطيع الألسن أن تعرب عن خفي دقائقها. خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة، فلا يطمع طامع في الاطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها، فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين. فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. وحيث تشرفت الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب، صلى الله عليه، تحركت همة المتكلم إلى نشر مآسن خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصت به عناية خلاقه، صلى الله عليه، فليقابل السامع ما أمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية، فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية، صلى الله عليه. يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر
ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر صلى الله عليه. فإن العناية الأزلية طبعت على أخلاق سنية وأقامت في صورة حسنة بدرية صلى الله عليه. فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بعمرة واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفرة صلى الله عليه. وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه صلى الله عليه. لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه، قد خلق الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مكسورة صلى الله عليه. إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الضرر، ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الاتيان بمثله مصاقع البلغاء من البشر صلى الله عليه. تتنزه العيون في حدائق محاسن جماله، فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله صلى الله عليه. سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينا ونعم الإغفاء، ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء صلى الله عليه. رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء، معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء صلى الله عليه. وإذا مشى فكأنما ينحط من صبب فيفوت سريع المشي من غير خبب صلى الله عليه. طلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح، والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته أو سناه لهالا صلى الله عليه. حبيب يغار البدر من حسن وجهه، تحيرت الألباب في وصف معناه، فماذا يغرب القول عن وصف يعجز الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لا في وصفها مشارك أو قريب صلى الله عليه. كملت محاسنه فلو أهدى السنى للبدر عند تمامه لم يخسفي، وعلى تفنن واصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف صلى الله عليه. فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العميم، اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد في الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق صلى الله عليه. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى المكارم الأخلاق سبقا، وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا صلى الله عليه. لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه مسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة صلى الله عليه. سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فراعيس الأقوياء من البرية، ومن نصر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعفو ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية،
فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه وسلم حبيبي وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عنانه وقد انبسط القلب في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به على ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن من أنفسك أئنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية أقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة آمين. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رايتك دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواتن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابي من أحبابي اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أتوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أتمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين
أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا من حضرة هذا الحبيب وأن تجعلنا ممن نصرها به هذا الحبيب وواسره ووالاه وظاهره وأم ببركته وشريف وجهتك أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية هذا الدين راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع التنواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatizah, wabil khusus yang sama-sama kita cintai dan hormati Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Sayyidil Jad Al-Habib Sheikh bin Salim Al-Attas mata'an Allah bituli hayatih. Kita doakan beliau panjang umur, sehat selalu, agar senantiasa bisa membimbing kita tujuan akhirat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga yang sama-sama kita cintai dan hormati sahibul fadilah Dr. Salim Segaf Al-Jufri mata'an Allah bitul hayatih, Al-Habib Alwi Ibn Al-Imam Al-Habib Hasan Ibn Al-Imam Habib Abdullah bin Umar Syatri mata'an Allah bitul hayatih, putra daripada sahibul haul yang hari ini insyaAllah kita sama-sama akan merayakan haul dari Sidil Imam Al-Habib Al-Gutub Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri yang ke-19. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat yang mulia ini senantiasa dilimpahkan keberkahan daripada keberkahan ahli terim, keberkahan para awliya al-salih, keberkahan datuk-datuk kita sampai kepada Sayyidil Mursalin Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang saya hormati, saya cintai, akhina fillah Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, barusan juga telah meninggalkan kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Beliau masih ada urusan, masih ada acara lain, beliau meminta izin, namun insyaAllah akan diwakilkan
oleh putra beliau, menantu beliau, Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Begitu juga yang sama-sama kita cintai, Ajengan Abdullah Mukhtar dari Panyalu Sukabumi, mata'an Allah bituli hayatihi. Begitu juga Munsib daripada Empang Bogor, diantaranya Al-Habib Hasan bin Abdul Gadir Al-Attas, dan para habaib yang saya tidak sebutkan nama satu persatu, para alim ulama, para kiai, yang insya Allah tidak mengurangi rasa takzim hormat saya kepada beliau-beliau semua. Insya Allah kehadiran kita mendapatkan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah, taufik, inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, keberkahan yang berlimpah untuk kita semua. Untuk itu mari sama-sama kita simak pembacaan manaqib, yaitu Sahibul Hul Sayyidil Imam Al-Qutb Hasan Ibn Al-Imam Abdullah bin Umar Syatri, yang akan disampaikan oleh Ustaz Hasan Abdul Aziz wa ilaihi falyatafaddal mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا المربي ما عرفت ربي، لولا المربي ما عرفت ربي. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله اصطفى من أراده وقربه ورفعه إلى أعلى الدرجات، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفائه السادة القادات، أما بعد، فهذه نبذة مختصرة في مناقب سيدنا ومولانا وشيخنا ومرشدنا ومعلمنا ومربي أرواحنا العالم العلامة ذي الخلق الحسن الحبيب الحسن ابن الإمام شيخ الإسلام العلامة قطب الرباني الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري رحمهم الله رحمة الأبرار، وأسكنه جنات تجري من تحتها الأنهار. نسبه الشريف هو الإمام المربي، قدوة الطالبين ومربي السالكين، الداعي إلى الله حسن ابن الإمام الشهير عبد الله بن عمر بن أحمد بن عمر بن أحمد بن علي بن حسين بن محمد بن أحمد بن عمر بن علوي الشاطري، ابن الإمام فقيه علي ابن القاضي أحمد بن محمد أسد الله في أرضه، ابن الإمام حسن الترابي ابن الإمام علي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي ابن الإمام محمد صاحب مرباط ابن الإمام علي ابن الإمام علوي ابن الإمام محمد بن علوي ابن عبيد الله ابن الإمام أحمد المهاجر بن عيسى ابن محمد بن علي أريضي ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي زين العابدين ابن الإمام حسين السبط ابن الإمام علي بن أبي طالب وابن فاطمة الزهراء بنت سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ميلاده ونشأته، ولد رضي الله عنه بمدينة تريم سنة 1347 هجرية من الأبوين الكريمين، وشاءت إرادة الله أن تنتقل والدته إلى جوار ربها وهو في الخامسة من عمره، فنشأ رضي الله عنه تحت رعاية أبيه الإمام القطب الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري، وتفرد رضي الله عنه في أخلاقه وسلوكه، وأقبل على اكتساب العلوم إقبالا كليا مشمرا عن ساعد الجد
في هذا المقصد الشريف وساعده على بلوغ ذلك ذلا ذكاء فائق وأدب وافر ورغبة صادقة وهمة عالية حتى حفظ القرآن الكريم وحفظ المتون وقيد الفوائد ودأب على المطالعة والمراجعة ولازم الشيوخ والعلماء الكبار. فمن خواص شيوخه والده الإمام القطب الرباني الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري، الإمام قطب المهاب علوي، قطب المهاب الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب، الإمام القطب الحبيب جعفر بن أحمد بن عبد القادر العيدروس، والإمام القطب الحبيب حسن بن إسماعيل الحامد بن شيخ أبو بكر بن سالم، الإمام أبو بكر بن محمد السري وغيرهم كثير. نشاته العلمي ومؤلفاته: تصدر رضي الله عنه للتدريس في رباط ريم وهو في سن مبكر على كفاءة وأهلية، وصار خليفة لوالده بعد أخيه العلامة محمد المهدي رحمهم الله تعالى رحمة الأبرار، وهو أحد المشار إليهم بالبنان في حضرموت وحواليها، حتى تخرج على يديه الكثير من طلاب العلم في حضرموت ونواحيها ومن اليمن وخارجها، فمنهم العالم العلامة مؤسس معهد مشهد النور سيد الوالد الحبيب البركة الحبيب عبد الرحمن بن شيخ بن سالم العطاس، وأخوه العالم العلامة سلطان العلم الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري، العالم العلامة الحبيب جيلاني بن محمد المهدي الشاطري، وابنه العالم العلامة القاضي في أبو ظبي سابقا الحبيب محمد ابن الإمام حسن بن عبد الله الشاطري، وإخوانه وخصوصا الحبيب علوي بن حسن الشاطر القائم برباط ريم، والعلامة الداعي إلى الله الحبيب عبد الله بن أحمد الحداد، والعلامة الداعي إلى الله الحبيب حسين بن محمد الهدار بيضاء، والعلامة الفقيه السيد أبو بكر بن محمد بالفقيه، والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، والحبيب عبد الله بن صميد، والحبيب أحمد بن علي الكاف، وغيرهم من طلاب العلم خصوصا الإندونيسيين والماليزيين وسنغافوريين وتنجانيين المتقدمين والمتأخرين، وكلهم من بركة صاحب الحول الحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري، ولكونه منشغلا بنشر العلم وتربية طلابه ليلا ونهارا وتكوين الرجال والقيام الدعوة إلى الله والنفع العام للأمة الخاصة والعامة، كان رحمه الله قليل التآليف. فمن مؤلفاته النافعة عمل اليوم والليلة، تعليقات على بغية المستشهدين، الفوائد في العلم النحو، الفوائد في العلم الفقه، ديوان الشعر في مجلدين، ومجموع كلام شيخ الإمام القطب الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب في مجلدين. أخلاقه وصفاته: لقد كان له رضي الله عنه القدر العظيم والمقام الأرفع في الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع عباداته وعاداته، جمع الله فيما تفرق في غيره من علماء وقته وصلحائه، وقد أقامه الله تعالى رحمة للعباد، فقد كان لا يغضب لنفسه البتة ولا يرى لنفسه حقا على أحد، ولكن إذا انتهكت محارم الله أو خلفت سيرة السلف الصالح فإنه لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يبالي في سبيل إبداء النصح والجهر به بأحد على الإطلاق، وقد هباه الله طلعة نورانية بهية
ووقار وسكينة وهيبة عظيمة قل أن توجد في أحد. وكان سيدي رضي الله عنه عالما حافظا لكتاب الله منذ صغره، عاملا بعلمه، متواضعا خصوصا أمام شيوخه. ومما عرفنا أنه إذا جلس بين يدي الشيخ الحبيب علي بن شهاب للقراءة عنده لا يسمع منه صوته ولا يرفع رأسه قط، كأن على رأسه الطير. وكان محبوبا عند أهل الله، محبا في الله ومخلصا له، ناصحا للصغير والكبير، شفيقا رحيما، حسن الظن دائما بالمسلمين. فقد حدثني من أثق به من أنه اتفق لسيدي رضي الله عنه أن صادف رجلا وامرأة أفرنجيين، الرجل يقبل المرأة في المصعد الكهربائي الذي دخله فلا ينهرهما، بدعا لهما فقال: اللهم كما فرحتهما في الدنيا ففرحهما في الآخرة. فما مضى من الأيام إلا ودخل في الإسلام ببركة هذا الإمام. وقد من الله عليه بالفراسة الصادقة وأكرمه بالكرامات التي لا أشك في ذلك، لأني عاينت وشاهدت الكثير من كراماته وخصوصياته، ما لو حاولت شرحها في هذه السطور لاحتجت إلى مجلدات ضخمة. وما سمينا عن أخلاق أسلافه وأعمالهم وتواضعهم إلا تجلت وتجسمت وانطوت في شخصية هذا السيد الجليل. وبالجملة فقد اتصف رضي الله عنه بسمو أخلاق لا نظير لها في عصره، وقليلا ما نجد من تخلق بها في مثل هذا الزمان حتى في من تصب والدعي إلى العلم. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا من بركاته وأسراره. ومن جملة وصيته لنا جميعا: عليك بتقوى الله في السر والعلن. ودائما أوصاني رضي الله عنه خاصة وجميع الطلبة والمتعلقين به من تلامذتي ومحبيه عامة على الثبات على النهج السلف الصالح ومحبتهم واقتباعهم واقتداء بهم، ويقول دائما: أعطي حقوق الناس ولا تطلب منهم حقوقك، وساعد من طلب منك المساعدة بدون تكليف. وفاته رضي الله عنه، انتقل سيدنا المترجم رضي الله عنه إلى جوار ربها ظهر يوم الجمعة 11 من شهر ربيع الأول في سنة 1425 هجرية بأبو ظبي، عن عمر ناهز 78 سنة. وشيعت جنازته الطاهرة يوم السبت في موكب مهيب قلما تشهده بتريم. وهكذا ودعت مدينة العلم كوكبا من كواكبها وعلما من أعلامها يندر أن يزود الزمان بمثله، ودفن بجوار والده. تغمن الله بواسع رحمته ورضوانه وأنزله منزلة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله الذي أنعم علي الفقير عبد الرحمن بن شيخ بن سالم العطاس، وتكرم علي من واسع فضله أن وفقني في حضور جنازته في تريم، والصلاة عليه ونزولي في قبره وتلقينه بطلب من أولاده السادة الأعزة عمر وعبد الله ومحمد وعبد القادر وأحمد وعلوي وإدروس وإخوانهم الجميع. كما طلبوا مني أيضا أن أقوم بلحده
فجزاهم الله أحسن الجزاء وكل ذلك ببركة هذا الإمام العظيم رحمه الله رحمة الأبرار ونفعنا الله من بركاته وأسراره آمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah, tadi sama-sama kita telah mendengarkan ringkasan daripada manaqib Al-Habib Hasan Ibn al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar Syatri. InsyaAllah semuanya jelas semua ya, gak usah diterjemahin lagi ya. Sedikit saya ingin mengulas. Di dalam manaqib tersebut diceritakan bagaimana kisah Al-Habib Hasan ketika berada di Singapura, di satu hotel dia diundang oleh orang Singapura, lalu ada sepasang orang bule dengan pakaian di dalam lift, awalnya di dalam di kursi. Begitu Habib Hasan ngelihat dia masuk ke lift, itu si bule yang di depan ikut masuk ke lift. Kayak sengaja. Apa yang terjadi? Berdiri di depan Habib Hasan, rupanya dia ciuman. Lalu orang Singapura situ mengatakan, "Mohon maaf ya Habib. Mereka memang tidak tahu diri. Tidak sopan." Lalu Habib Hasan mengangkat tangannya. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, seperti engkau telah membahagiakan mereka di dunia. Orang lagi ciuman itu menurut kita bahagia. Maka bahagiakanlah mereka di akhirat. Enggak sampai 3 hari orang tersebut masuk Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak nasihat-nasihat Habib Hasan. Habib Hasan bin Abdullah Syatri kalau mengeluarkan kewaliannya tidak langsung, tidak menunjuk orang tersebut langsung, tapi mengumpamakan dengan cerita-cerita orang tersebut sampai dirinya merasa bahwa, oh Habib Hasan sedang membacakan saya. Saya ingat dulu di Jeddah, insyaallah Sayyidul Walid masih ingat, tinggal di rumah satu orang ingin hadir majlis taklim Al-Habib Hasan. Setiap subuh Habib Hasan suka mengadakan taklim. Pagi-pagi sebelum sholat subuh, biasanya Al-Walid ke sana untuk hadir di dalam taklim tersebut. Kebetulan sahibul bait malamnya habis kumpul sama istrinya. Buru-buru berangkat. Sampai di tempat Habib Hasan, kita sholat subuh bareng-bareng. Habib Hasan manggil orang tersebut, dipanggil yang paling ujung sini. Dipanggil sama Habib Hasan, dibisikin di telinganya, "Ya fulan, tadi malam engkau belum mandi hadas. Itu ada anduk sama sikat semua, sekarang mandi ambil wudhu lagi sholat." Dia udah siapin untuk orang yang telat datangnya, belum mandi hadas tadi malam, sholat subuh bersama Habib Hasan, enggak diomelin, tapi disiapin semua perabotan untuk orang tersebut melakukan dan mengulangi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah kisah daripada manaqib Habib Hasan nanti akan diterjemahkan oleh para sadatina yang akan menerjemahkan banyak daripada ringkasan manaqib Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatri. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Talibul Masyhad, adik kita, putra kita Agil bin Hasan Barakbah akan memberikan sambutan kepada kita semua. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد أفضل من في الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه القادات. أما بعد، أيها السادة الأجلاء العلماء من الحبايب والكيائيات، وخصوصا سعادة المكرم والمحترم صاحب الفضيلة الحبيب حبيب البركة سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن شيخ العطاس، وصاحب الفضيلة دكتور حبيب سالم سقاف الجفري، وصاحب الفضيلة دكتور الحبيب محمد رزيق بن حسين بن شهاب، وصاحب الفضيلة الحبيب علوي بن حسن الشاطري، وصاحب الفضيلة كيي الحاج أجمل عبد الله مختار، وجميع الحبائب والعلماء والزعماء والكيائيات والأساتذات، وجميع خريج ربى التريم، وجميع الحاضرين في هذا المحفل العظيم. أقف أمامكم أيها السادة، اسمي عقيل بن حسن بارقبة، طالب العلم الشريف في معهد مشهد النور لتربية الأخلاق والآداب فرع ربى التريم، نيابة عن شيخنا ومربي أرواحنا خادم طلبة العلم الشريف سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن شيخ العطاس، وعن أساتذتي وزملائي أن ألقي كلمة الترحيب لكم، فأقول لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول، لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول، دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل، وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول، نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول، ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول، سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول، سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول، فأقول مرة أخرى أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا ومرحبا لحضوركم في هذه الساعة المباركة حول 19 من وفاة العلامة المرشد المربي الحبيب حسن ابن الإمام القطب الرباني الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري، وكم كان سرورنا وفرحنا حضوركم في هذا المحفل العظيم، فنرجو ببركة هذا المحفل أن يفتح الله علي وعلى زملائي فتوح العارفين حتى نكون من العلماء العاملين والدعاة المخلصين الناصحين، وختاما أطلب منكم السماح والدعاء والعفو منكم لقلة أدبي مع الصغر سني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Tadi sambutan dan rasa syukur daripada Talib Hasan Agil bin Hasan Barakbah, yang insyaallah kita doakan beliau dengan teman-temannya semua mendapatkan keberkahan, kemudahan dalam menuntut ilmu. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah sekaligus terjemahan daripada manaqib Sayyidil Habib Al-Imam Hasan Ibn Al-Imam Abdullah bin Umar Syatri, yang akan disampaikan oleh Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Wa ilaihi falitafaddal mashkura. Waktunya bebas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، يا فتاح يا عليم. أما بعد، para habaib, para alim ulama, para asatidz, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Sayyidul Walid Syekhina Al-Habib Abdul Rahman Ibn Syekh bin Salim Al-Attas, juga hadir di tengah-tengah kita orang tua kita Doktor Al-Habib Salim Seggaf Al-Jufri Wal-Habib Alwi bin Hasan Al-Shatiri وشيخنا النحوي الأصولي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ كي هاجي عبد الله مختار dan semuanya begitu banyak hadir di sini. Begitu pula Al-Habib Mahdi dan semua abna Al-Habib Abdul Rahman bin Sheikh, abna wa tulab Al-Habib Hasan ibn Abdullah ibn Umar Al-Shatiri yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para syiban, orang-orang sepuh, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita, khususnya Sayyidul Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Sheikh, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat muslimin muslimat, baik yang hadir di sini atau yang menyaksikan melalui media sosial. Semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan bi barakati sahibul haul Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Shatiri, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, penyakit zahir, penyakit batinnya, semua kita diperbaiki keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan dari dunia sampai akhiratnya. Amin ya rabbal. Ahibbal kiram, al fakir berdiri di sini tidak membacakan manaqib atau menterjemahkan manaqib seperti kata Habib Mahdi tadi, karena murid-murid Habib Hasan yang mengalami langsung beliau banyak hadir di sini. Walaisal khabaru kal'iyan, apa yang disaksikan secara langsung tidak seperti yang didengar. Al-Fakir bukan murid secara langsung, tapi murid dari murid-murid beliau yang mudah-mudahan juga mendapatkan keberkahan dari beliau. Saudara, di sini kita kumpul tidak lain dan tidak bukan untuk mengenang haul yang ke-19 dari seorang murabbi yang mendidik umat, bahkan mendidik kota Tarim dan siapapun yang datang ke Tarim, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Shatiri rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa'ada alayna min barakatihi ya rabbal alamin, sekaligus merayakan maulid baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saudara, sebagaimana kita sering dengar Sayyidina Al-Imam Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Shatiri selain mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, karena ilmu merupakan pintu kebaikan, selalu dan selalu yang beliau ajarkan, yang beliau tanamkan kepada murid-muridnya, al-akhlaq wal-adab al-zahir wal-batin. Saudara, akhlak, adab, zahir, batin. Kalau bahasanya orang Betawi, enggak dikasih hati, saudara. Jangan coba-coba kita melanggar akhlak. Jangan coba-coba kita melanggar adab. Apa yang beliau ajarkan ini, visi misi yang beliau bawa, enggak lain dan enggak bukan, saudara, merupakan visi misi yang beliau lanjutkan
dari datuknya Sayyidul Habaib Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah katakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, aku diutus enggak lain dan enggak bukan, tujuan diutusnya Nabi untuk menyempurnakan akhlak, saudara, untuk menyempurnakan adab. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah al-insanul kamil, saudara, sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang sempurna. Fisiknya sempurna. Enggak ada fisik yang indah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai keringatnya harum wangi, saudara. Keberaniannya sempurna. Imannya sempurna. Segala aspek yang berkaitan dengan Rasulullah fihi kamal bashari. Ada kesempurnaan unsur manusia di situ, saudara. Tapi dari sekian banyak unsur-unsur kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi di Al-Qur'an, yang Allah Subhanahu wa taala puji dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlaknya Nabi yang Allah puji, saudara. Akhlaknya Nabi 'adzim, agung, saudara. Kenapa akhlak? Karena akhlak merupakan madar sa'adatil abadiyah. Kalau mau selamat dunia akhirat, kuncinya akhlak. Sampai-sampai dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara. Apa kata Rasulullah? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan iman, iman urusan i'tiqad, urusan keyakinan. Tapi salah satu yang menjadi madar, barometer, tolak ukur kesempurnaan akhlaknya seseorang, kesempurnaan imannya seseorang adalah akhlaknya, saudara. Makin bagus akhlak seseorang, makin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadallah. Enggak sampai di situ. Bahkan di yaumil qiyamah, ketika miliaran manusia luntang-lantung, saudara, dalam keadaan yang ketakutan luar biasa, saat itu ibadallah, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di hari yang begitu genting, di hari kiamat, masing-masing mikirkan dirinya. Anak yang kita besarkan, saudara, yang kita perjuangkan dari kecil sampai besar, akan meninggalkan kita, mikirkan dirinya, saudara. Pasangan kita yang begitu kita cinta, di hari kiamat dia akan ninggalkan kita, mikirkan dirinya, saudara. Sahabat kita yang sehari-hari senang, sulit, susah, duka bersama kita, di hari kiamat, likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni, masing-masing mikirkan dirinya, saudara. Maka di hari yang begitu genting, yang bisa selamat siapa? Adalah yang paling dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad, yang punya akses ke Rasulullah. Siapa yang punya akses ke Rasulullah? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling aku cintai, kata Rasulullah, kekasihnya Rasulullah, kesayangannya Rasulullah, dan yang paling penting, aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah, yang nanti di hari kiamat ketika orang-orang takut, dia paling dekat sama Rasulullah. Siapa yang paling bagus akhlaknya, yang niru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya al-akhlak, al-akhlak. Dalam riwayat lain disebutkan, su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Saudara, yang namanya madu, semanis apapun madu, semahal apapun madu, saudara, mau namanya malaki kayak apakah namanya, saudara, tapi kalau sudah dicampur sama cuka, rusak, saudara. Amal bagus, salatnya bagus, tahajudnya bagus, zikirnya bagus, tapi akhlaknya buruk. Enggak ada akhlak kepada orang tua, enggak ada akhlak kepada guru, enggak ada akhlak sama muslim, enggak ada akhlak sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala.
يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. Maka akhlak yang buruk akan merusak amal sebagaimana cuka merusak madu, saudara. Begitu dicampur dengan cuka, sebagus apapun madu, semahal apapun yang namanya madu, akan rusak ibadallah. Makanya pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, saudara, beliau pernah ditanya tentang seorang perempuan yang shaimah, qaimah, salatnya luar biasa, salatnya luar biasa, puasa sunnahnya masya Allah. Jangan ditanya, saudara, akan tetapi ada tapinya. Apa tapinya? Walakin dah sayyiatul khuluq, tapi akhlaknya jelek itu perempuan, enggak bagus akhlaknya sama suaminya, enggak bagus akhlaknya sama tetangganya. Tu'zi jiranaha bilisaniha, ngeganggu tetangganya dengan lisannya, lisannya badhi, kata-katanya kasar, pedes lisannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan tadi yang salatnya ibadahnya bagus tapi akhlaknya tidak baik? Jawaban Nabi sederhana, satu kata, saudara, la khaira fiha, kata Rasulullah, la khaira fiha, enggak ada baiknya, saudara. Masyaallah, seberapa besarnya pengaruh akhlak di dalam kebaikan seseorang, di dalam tingginya derajat seseorang di sisi Allah. Oleh karena itu, ahibbail kiram, akhlak ini, saudara, yang namanya akhlak bahkan terkadang lebih tinggi daripada hukum. Apa maksudnya akhlak lebih tinggi dari hukum? Saya tidak mengatakan kita boleh menggugurkan hukum atas nama akhlak, enggak bisa, saudara. Hukum hukum, halal haram enggak bisa dirubah, saudara. Enggak boleh orang merubah hukum atas nama akhlak. Contoh musafahah antara laki-laki dengan perempuan ajnabiyah atas nama akhlak, enggak enak kalau enggak cium tangan padahal bukan mahram, itu namanya udah enggak akhlak, saudara. Ngelanggar hukum aja udah enggak ada akhlak sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang saya maksud di sini, akhlak itu di atas hukum, saudara. Apa maksudnya akhlak di atas hukum? Pengamalan akhlak itu adalah al-amal bil hukum wa ziyadah. Pengamalan akhlak adalah al-amal bil hukum bil khitab wa ziyadah. Yang namanya pengamalan akhlak itu mengamalkan hukum dengan cara yang lebih sempurna, lebih dari sekedar mengamalkan hukum. Saya kasih contoh yang sederhana, yang gampang. Andai kata ada seseorang anak diperintahkan sama orang tuanya, nak, ente lempar itu handuk ke ayah. Itu hukum, itu perintah, amr. Wal amr lil wujub, amr itu biasanya wajib. Perintahnya disuruh apain? Lempar. Nak, lempar itu handuk ke ayah. Andai kata itu anak nurut sama ayahnya, dia ambil itu handuk, dia lempar kepada ayahnya. Saya mau tanya, secara hukum dia sudah jalankan hukum atau belum? Sudah. Secara hukum sudah jalankan hukum. Tapi saya mau tanya, secara akhlak bagus apa kagak? Enggak, saudara. Walaupun sudah jalanin hukum, tapi secara akhlak nol, saudara. Tapi sebaliknya, andai kata diperintahkan sama ayahnya, nak, coba lempar handuk kasih ke ayah. Akhirnya begitu diperintahkan seperti itu, dia ambil itu handuk, dia enggak lempar. Perintahnya lempar, tapi dia enggak lempar. Dia ambil itu handuk, saudara, dia jalan, dia samperin ayahnya, dia kasih handuknya, saudara. Secara hukum dia sudah jalankan perintah, karena maksudnya bukan lempar, tapi maksudnya yang penting bagaimana caranya itu handuk sampai, saudara. Tapi dia jalankan perintah bukan sekedar menjalankan perintah, akan tetapi dia menjalankan perintah dengan akhlak, saudara. Alhamdulillah. Gua sampai di situ. Saya kasih contoh lagi yang sederhana secara fikih. Wa ma'ana fuqaha di sini, saudara, luar biasa. Secara fikih, yang namanya aurat laki-laki dalam sholat adalah ma baina surrah war rukbah, antara pusar sama dengkul, saudara. Andai kata ada orang jadi imam di masjid jame, dia ngikutin fikih, pure fikih, sholat di masjid jame jadi imam, cuma pakai sarung doang dari atas pusar sampai ke bawah dengkul sedikit, atasnya telanjang dada, saudara. Saya mau tanya, secara hukum sah atau tidak? Sah.
tapi secara akhlak bisa dibilang gila imamnya, saudara. Padahal sah, nggak ada yang salah secara hukum. Secara hukum sah, tapi secara akhlak nol, hancur jadinya, saudara. Tapi andai kata ketika dia sholat bukan sekedar nutup aurat, dia pakai pakaian yang terbaik yang dia punya, dia pakai wewangian, saudara, kemudian dia pakai siwak, dia jaga semua adabnya, dia jaga semua akhlaknya, maka ketika dia menjalankan itu bukan sekedar dia menjalankan perintah, tapi menjalankan perintah waziyadah dengan cara yang lebih sempurna, saudara. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Contoh lagi, ketika ada anak laki-laki, yang namanya pernikahan rukunnya sederhana, harus ada dua wali, ada zaut wa zaujah, kemudian ada dua saksi, ada zaut wa zaujah, kemudian ada wali, selesai. Kalau syaratnya terpenuhi, nikahnya sah atau tidak? Sah. Enggak ada syarat laki-laki nikah harus ridho bapak ibunya, saudara. Enggak ada. Enggak ada syarat laki-laki nikah harus hadir orang tuanya, ibu bapaknya. Enggak ada, saudara. Andai kata ada anak laki-laki dari kecil dikandung oleh ibunya, disusui, dibesarkan, kemudian begitu besar disekolahin, begitu gede mau nikah, mau kawin, enggak pakai ngabarin ibunya, enggak pakai ngabarin bapaknya, langsung nikah saja, rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, secara hukum nikahnya sah atau tidak? Sah. Tapi ada akhlak atau tidak? Enggak ada, saudara. Nikahnya secara hukum sah, tapi bisa jadi dia gara-gara nikahnya mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala, saudara. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan akhlak. Bagaimana mungkin dari kecil dibesarkan oleh orang tuanya, dibesarkan begitu besar ingin nikah, tidak diberi kabar orang tuanya, sakit hati orang tuanya, saudara. Walaupun menjalankan hukum tapi enggak pakai akhlak, saudara, hancur itu yang namanya hukum ibadallah, saudara. Luar biasa ini yang namanya akhlak, luar biasa. Makanya guru-guru kita Sayyidil Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas ketika mendirikan Masyhad, pondok pesantren Masyhad An-Nur, apa motonya, visi misinya? Litarbiyatil akhlak wal adab, saudara. Untuk didik akhlak dan adab. Kalau bicara ilmu, yang pintar banyak. Kalau bicara ahli baca kitab, banyak yang pintar baca kitab, saudara. Bicara ahli fikih, banyak. Bicara yang bicara Ibn Hajar War-Ramli, banyak. Tapi nahdad bukan cuma sekedar alim, saudara. Bukan sekedar punya ilmu. Sebab kalau orang punya ilmu saja tapi enggak punya akhlak, sehingga tidak ada wara, tidak ada khauf takut kepada Allah, tidak ada takwa kepada Allah. Apa kata Imam Subki? Wala faqihun talih, wala faqihun talih asyaddu 'alan nas min alfi syaitan, saudara. Satu orang yang faqih, ahli fiqih, ahli hukum, tapi talih, bejat, tidak punya akhlak, itu jauh lebih bahaya daripada 1000 setan, saudara. Kenapa? Karena kalau setan tampil dengan gambaran setan, dengan suratu syaitan, tapi seorang faqih, seorang alim, yang dia lihat sama manusia ilmunya, yang dia lihat pakaiannya, yang dia lihat imamahnya, padahal pikirannya pikiran syaitan, perbuatannya perbuatan syaitan, maka lebih bisa menipu. Wala faqihun talih asyaddu 'alan nas min alfi syaitan, ibadallah. Oleh karena itu, saudara, Habiban al-Mahbub al-Arif billah al-Imam al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar al-Syatiri, sebagaimana kami selalu dengar, saudara, selalu yang beliau tekankan, akhlak, 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 adab, adab, adab. Muridnya enggak dikasih kesempatan buat kibir, saudara. Enggak dikasih kesempatan buat sombong. Enggak dikasih kesempatan buat hubbu syuhrah, buat cinta popularitas. Enggak dikasih kesempatan untuk, saudara, menjadikan ilmunya tujuan dunia. Yang dididik akhlak zahiran wa batinan. Profesor Naqib Al-Attas di Malaysia, seorang intelektual muslim, cucu daripada Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau peneliti luar biasa, saudara. Setelah beliau melakukan penelitian,
apa sih problem di tengah-tengah umat saat ini yang menjadikan umat Islam terpuruk, terbelakang? Problemnya satu, adamul akhlak. Kita udah kehilangan akhlak, saudara. Gak ada akhlak. Man tahawana bil adab uqiba bi hirmanis sunan. Wa man tahawana bis sunan uqiba bi hirmanil faraid. Orang kalau udah ngentengin akhlak, ujung-ujungnya ngentengin sunnah, saudara. Kalau sudah ngentengin sunnah, ujung-ujungnya ngentengin faraid yang fardu. Tapi kalau orang jaga akhlak, jaga adab, siwaknya aja dijaga, apalagi sholatnya, gak mungkin gak ditinggalkan, saudara. Qobliyah subuhnya aja dijaga, apalagi subuhnya. Tahajudnya aja dijaga, apalagi subuhnya, saudara. Orang kalau ngejaga akhlak, fardunya terjamin, sunnahnya terjamin. Tapi kalau akhlaknya sudah berantakan, adabnya sudah berantakan, saudara, yang lainnya ikut kacau balau, ikut berantakan. Maka diantara problem utama kita adalah in'idamul akhlak. Tidak adanya akhlak, saudara. Kenapa pendidikan berantakan? Karena pendidikan tidak lagi memikirkan akhlak. Yang dipikirkan hanya surah, zahirah, al-imamah wa surah, wala syaih fil maksurah. Hanya zahir saja yang diperhatikan, saudara. Pendidikan saat ini yang diperhatikan hanya bagaimana seorang anak lulus mendapatkan secarci kertas, saudara. Itu pendidikan kita rusak. Segala aspek rusak, tidak ada akhlak. Kenapa banyak korupsi, saudara? Karena pejabat yang korupsi enggak ada akhlak, saudara. Kenapa banyak ulama-ulama dunia yang fatwa menyesatkan? Karena tidak mengedepankan akhlak. Kenapa banyak penipuan? Karena pedagang yang menipu enggak pakai akhlak, saudara. Kenapa banyak bencana di sana sini? Karena masalahnya tidak ada akhlak. Maka ibadallah di haul ini, saudara, ketika kita mengenang Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, maka yang kita kenang bagaimana beliau mendidik akhlak qabla kulli syai, sebelum yang lain. Yang ditekankan adalah akhlak wal adab an-nabawiyah. Jangankan muharramat, saudara, kepada murid-muridnya, jangankan hal-hal yang haram, bahkan ketika adab-adab yang sederhana saja dilanggar, beliau begitu marah. Kenapa? Karena kalau sudah adab akhlak dilanggar, besok yang akan dilanggar adalah aturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, mari kita kembali kepada akhlakul karimah, saudara. Mari kita kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Keluar dari tempat ini, mari kita belajar bagaimana berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada guru, berakhlak kepada tetangga, berakhlak kepada saudara, berakhlak kepada murid, berakhlak kepada bangsa dan negara, berakhlak dalam segala aspek. Saudara, bangsa ini, umat ini tidak bisa diselamatkan kecuali dengan revolusi akhlak, dengan menggaungkan perubahan akhlak sebagaimana yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, saudara. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Saya berdiri di sini tidak lain dan tidak bukan imtithalan li amri Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Sheikh. Wa illah, kami tidak pantas untuk berdiri di sini. Fal qasdu al-istimdad wal qasdu dhikru nasihatin wasiyatin linnafsi wal ikhwani idh kanu ma'i. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama sudah mendengarkan nasihat agama, bagaimana pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat daripada hadis baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalul muslim kamasalin nahal. Orang Islam itu mempunyai jiwa persamaan dengan lebah. Tahu lebah? Lebah tidak memakan kecuali dari sari, pati, bunga. Dan yang dikeluarkan lebah adalah
sesuatu yang paling berharga yaitu madu. Kehebatan lebah berada di manapun dia tidak pernah merusak. Hinggap di ranting yang paling kecil pun tidak pernah merusak ranting tersebut. Namun jangan coba-coba sekali-kali lebah diganggu. Begitu juga kaum muslimin ketika menegakkan akhlaknya, insya Allah bagaikan lebah yang menghasilkan madu yang baik, dan dimanapun dia berada tidak akan mengganggu sekelilingnya. Alhamdulillah. Atas nama keluarga besar Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Sheikh bin Salim Al-Attas, saya beserta keluarga mengucapkan beribu terima kasih atas kehadiran hadirin, para habaib, para tetamu yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga cinta kepada Sayyidil Imam Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatri untuk menghadirkan dirinya di dalam haul ini yang ke-19. Mudah-mudahan Allah balas langkah hadirin semua dengan syafa'ah kelak di hari kiamat, seperti di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan silatul rahmi syafa'ah yaumil qiyamah. Ini adalah merupakan silatul rahmi kita, dan insyaallah dikelak di hari kiamat kita akan berada di padang mahsyar mendapatkan syafa'ah daripada Sayyidil Mursalin Muhammad ibni Abdullah. Untuk itu juga atas nama Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Sheikh bin Salim Al-Attas, memohon dibukakan pintu maaf apabila di dalam jamuan, di dalam menyediakan tempat, ada yang tidak mendapatkan atau jamuan kami yang kurang. Itu adalah kelemahan kami sebagai manusia. Allah lah yang maha sempurna, dan mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kami di masa yang akan datang. Untuk itu sekali lagi saya mohon doa daripada hadirin agar senantiasa Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Sheikh bin Salim Al-Attas diberikan usia yang panjang, berkah kesehatan selalu, agar senantiasa di tahun-tahun yang akan datang bisa bersama kami semua di sini merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendidik kami di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan selalu membimbing kami dalam akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi atas nama keluarga besar memohon doa daripada hadirin agar senantiasa kami kelak bisa meneruskan jejak daripada orang tua kami. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara akan ditutup dengan talqin dan zikir. Kami minta kepada orang tua kami Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Sheikh bin Salim Al-Attas membacakan talqin dan zikir tersebut. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حي وأنا موت إن شاء الله من العامين بعد. سورة الفاتحة.
Hadirin, saya atas nama pribadi mengundang kehadirannya pada tanggal 9 Oktober hari Senin yang akan datang, salat maghrib berjamaah, acara maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga haul Sayyidul Jad Al Habib Ali bin Husain Al Attas di Jalan Buluh, insyaallah akan dilaksanakan awal maghrib berjamaah jam 8, insyaallah sudah selesai. Sekali lagi ditunggu kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.